هنا من الاستوديو السابع لمجموعة قنوات الشرقية ألتقي وإياكم مشاهدينا بحوار جديد يشرعه بعد فاصل قصير. إذن مشاهدينا نرحب بضيف حوار لهذه الليلة الدكتور قاسم حسين صالح الكاتب العراقي المختص بعلم النفس وأيضا المؤسس للجمعية النفسية العراقية وأول أيضا سايكولوجيست اللي حاصل أو عنده شهادة أو جائزة باسمه على المستوى العربي وأيضا السي في كبير ما شاء الله لا يتسع وقت الحلقة لذكر كل المناصب التي أسندت إلى حضرتك وإلى المنجزات. خلينا نبلش وياك بعد الترحيب بالذهاب إلى الماضي والرجوع إلى الوراء إلى الثقافة إلى العصر العراقي المزدهر سبعينيات القرن الماضي ثمانينيات القرن الماضي. شنو ذكرياتك دكتور عن عالم الصحافة والتلفزيون كونك تطل إلى متابعيك من خلال الشاشة الصغيرة؟ أبدا شكرا سيدتي، أنا سعيد أن أكون مع محاورة متميزة شكلا ومضمونا. شكرا جزيلا لحضرتك. وبدءا يسعدني جدا أن أهدي لحضرتك وإلى كادر الشرقية هنا آخر منجزاتنا. هذا الكتاب اسمه نقد العقل العربي السلطوي والديني من منظور سايكوبوليتيك، يعني من منظور علم النفس السياسي. هذا أهديه لحضرتك. وهذا جزيلا. منعته إحدى الدول العربية. السبب حتى من عنوانه راح نكتشفه احنا حتى من عنوانه وراح تكتشفي حضرتك. طيب هذا الكتاب الثاني، هذا فرويد. نعم. وفرويد الان هذا الكتاب معروض في معرض بغداد للكتاب ويتحدث عن فرويد كذا كذا شلون الدين وشلون مع الدين الى اخره. نعم. ايضا اهديه لحضرتك. شكرا جزيلا. هذا اخر كتاب صدر عنوانه حسينان في العراق وحكام شيعة أخجل الشيعة. عنوان كلش قوي دكتور. والصفحة الأولى نصيحة من محبين. قالوا نخاف عليك منهم إن نشرته. وقلت ليتهم فعلوا لأكون شهيدا وأدفن في كربلاء. الله. هذا راح تشوفين بي. يعني تعرضت من خلال هذا الكتاب على ما يبدو إلى أكثر من التهديد. شنو ممكن يكون؟ يعني لا يهمني، ثقي يعني بعد هذا العمر أنا أموت شهيد. إن شاء الله الصحة والعافية لحضرتك. يعني هذا ما أتمناه. صحة والعافية. هذا الكتاب ست زينب. نعم. عن أجمل وأنبل صفة في الإنسان هي الحب. سايكولوجيا الحب. هذا أول كتاب عربي يتحدث عن سايكولوجيا الحب بهذا التفصيل. أهديه لحضرتك والكادر الشرقية وللمشاهدين. بس مو الواحد منكم يقرأه ويقول راح أتزوج، تراني ما مسؤول. ليش الزواج يقتل الحب لا برأيك؟ أقصد يتزوج المتزوج أن يتزوج. يكون وفي لمن يحب. طيب. هذا سيدتي آخر كتاب. نعم. هو القيامة. طيب. القيامة هذا يتضمن مسرحية. هذه المسرحية أخذها الفنان الراحل والدكتور عبد المطلب السنيد. نعم. إلى وزير الثقافة في ذلك الوقت. وتمت الموافقة على إخراجها ولكن رحل للأسف الشديد. نعم. بعد ذلك تولى الدكتور الفنان أيضا مسرحي مامون الخالدي. نعم. إخراجها ولكن حدث في ذلك في 2019 وباء كورونا. نعم. وتأجل. أنا أقترح وأتمنى على فضائية الشرقية تقديمها لأنها ستحقق للمسرح العراقي ما يعيد دوره في الخمسينات. هو عبد المطلب السنيد قال أريد مثبتة هنا بخط يده، أريد أن تكون هذه المسرحية فاتورتي الأخيرة
لأن كذا كذا تحدث عن المسرح العراقي. شكرا لهذه الالتفات الدكتور، وكالعادة الشرقية السباقة من بالجانب الثقافي ودعم المسرح والدراما من خلال إنتاجها على مدى يعني عقدين من الزمن للكثير من الأعمال الفنية، فبالتأكيد ما ذكرت. شكرا على الهدايا اللي نشرع بالحوار، خلينا نسولف قليل على ما تفضلتي به عن سؤالك الأول ذكرياتك بالإذاعة والتلفزيون. دخلت في الإذاعة والتلفزيون في بداية السبعينات عندما أعلنت مديرية الإذاعة والتلفزيون عن حاجتها إلى مذيعين ومذيعات، فتقدم أكثر من 1000 واحد. نعم. وجرى الاختبار في ذلك الوقت، وكانت اللجنة مؤلفة من مدير عام الإذاعة والتلفزيون محمد سعيد الصحاف، ومدير إذاعة صوت العرب اللي هي إذاعة صوت العرب يعني، والراحل بدري حسون فريد والراحل عبد المرسل الزيدي وكبير المذيعين سعاد الهرمزي، وندخل واحد واحد. فلما دخلت أنا قال لي الصحاف قدامك ورقة تقلبها وتقرأها رأسا. قلبتها وقرأتها وصححت خطأ مقصود. أنا ما كنت يعني بعدين اكتشفت أنه خطأ مقصود، فخ كان فصححتها فخ وتجاوزته، وكنت ضمن العشرة اللي ضمنهم الصديق الدكتور حارث عبود تحياتي له. وادخلت لحد الآن أتذكر الساعة 6:00 عصرا، وكانت أمل المدرس تحياتنا ست أمل مذيعة راقية جدا، ودفعت لي ورقة صغيرة هالشكل وقريتها عن فقدان طفل، وبعدني أنا بقيم العشائرية وشي وكذا، فقلت في نفسي يا معوض قاسم كذا 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 وانت كذا. المهم بدأت مذيع وبقيت سنة، اكتشفت فيها أن المذيع ليس سوى امتداد للميكروفون. قررت أن تنتقل إلى القسم الثقافي، والقسم الثقافي كان يترأسه الشاعر الراحل حسب الشيخ جعفر، وهناك التقيت بكثيرين كثيرين كثيرين وتعلمت من عندهم. شنو أضافوا لك؟ أضافوا لي أولا ثقافة توسعية، يعني أنا كانت ثقافتي أنا في ذلك الوقت ما زلت طالبا، ولكن أجي أشتغل في الإذاعة وأشتغل في الصحافة أيضا، واختصاصي علم نفس، فتقريبا الثقافة مالتي أكاديمية كذا كذا. الصحافة ست زينب والإذاعة تعلمك على عقول كثيرة، عقول متنوعة. مثلا حسين مردان لي معه حكاية، كنت أنا محرر في وكنت وسيم مثل ما تشوفيني بان تلك الفترة. اي هاي ولا زلت دكتور تحتفظ ب هاي أناقة السبعينات. خل يشوفون جيل الألفينات شلون أناقة السبعينات كانت راقية. هذا أنا واحد يعني من شباب بعد أكثر مني وسامة وأناقة. تشكل على المظهر العام الآن لشبابنا؟ طبعا يعني يعني ما أعرف شو أشوفها شيء أقرب إلى النشاز منه إلى الأناقة. السبب؟ سببها تقليد. من تلاعب بالذائقة؟ أي سببها تقليد تقليد الغرب نتيجة الانفتاح كذا كذا، وأيضا راح نحكي عليها شلون القيم وكذا وكذا. طيب. فالمهم زهير الدجيلي الله يرحمه ما كان يقول لي قاسم قسومي حبيبي هاي عفيفة اسكندر كل ما يروح لها واحد ما تقبل، قالتك تروح بيتها وين؟ شقتها على شارع أبو نعاس. طيب. راح معي زيان التكريتي اللي صار بعدين مصور وسوى متحف. موعدنا الساعة 7:00. دخلت الساعة 7:00. شوف هاي بها وصية للإعلاميين وللمثقفين. نعم. هسه راح أقول لك شنو هي. دخلنا ساعة لقيتها لابسة الأحمر والكذا وشي أنيقة جدا وهي حلوة بعد شقرة وكذا. نعم. قالت لي ترى عندي موعد الساعة 8:00. قلت لها ولا يهمني 6:00 عفيفة ساعة 8:00 احنا نكون مخلصين. نعم. يلا أبو علي. أخذ لها صور، طلعت صورة غلاف. نعم. بدينا الساعة 7:00. جت 8:00، جت 9:00، جت 10:00، جت 11:30 وأنا وياها. زين. لأن
كرم شلبي صحفي مصري جانا في فترة تدريب المذيعين وقال كلمة مثل ما نقول بالعراقي خليتها ترشية بالدين. طيب. إذا ذهبت إلى شخصية معينة فاذهب له وأنت معبأ. هاي للمذيعين والمذيعات والعاملين في المجال الإعلامي الثقافة كذا كذا. قالوا لي ترى حسين مردان كاتب قصيدة تغزل بها فرحة لحسين مردان بال حسين مردان يعني قسم الدراما وإحنا قسم الثقافي. قول لي المهم ما طبعا هو حضني هالشكل يعني فالشخصية لطيفة وطبعا هو واحد من شعراء الصعاليك من الرائعين واللي ينبغي أن يكون إلى تكريم بأي شكل كان. خليت القصيدة بجيبي رحت قالوا أحد شيوخ الديوانية عمل حفلة عرس إلى ابنه فدعا عفيف اسكندر هناك. طيب عفيف اسكندر الشقرة الحلوة الترقص الحركات الكذا الكذا ورايحة للريف وفلع وكذا شي يصير بحاله. فالمهم صارت أكو حادثة. قالوا لي هاي الحادثة يروي لك إياها ابن عمه رحت عليه للبنك أخذته رحت عليها معبأ. اكتشفت بها الآتي بالسيدة عفيفة اسكندر أن شائع عنها مطربة وكذا وكذا وكذا. اكتشفت فيها أنها مثقفة من الطراز الأول ممتلئة من الداخل مثقفة من الطراز الأول وأن لها كان بيت أدبي وكان يأتون لهذا البيت الأدبي شعراء كبار وأنها كانت لها علاقة مع أم كلثوم و و و و وعلاقة مع مغنية الأوبرا في فرنسا و و و و واصدمت بها حتى الكويتيين الصحافة الكويتية وطلعتها والآن المشاهد الكريم يستطيع أن يكتب بالنت عفيف اسكندر الوجه الآخر قاسم حسين صالح يقرأها ويتمتع بها واكتشفت بها العفو بأنها نحاتة تنحات. فغيرت وجهة النظر بأنها وللأسف أنها عندما توفيت ما كان لها أي تكريم للأسف. لاحظت من خلال هذا المؤلف ما دائما يشاع عن المرأة الجميلة أو التي تكون في مكان معين هي ربما تكون بعيدة كل البعد عن الثقافة والعلم. لاحظت كل هذا الشيء أنه دائما توصف وتنعت المرأة الجميلة أو توضع في خانة أنها جميلة لكنها ليست بذكية مثلا. طبعا الراحل عفيف اسكندر جمعت الحسنين كما يقال. أحسنت. العقل والجمال. أحسنت. الرحمة لروحها. نعود إلى حضرتك من خلال سياق حديثك وربما هناك تحليل نفسي للشخصية العراقية الآن وكونك تركز على فئة الشباب. هناك خلينا بما أنه نتحدث عن الإذاعة والتلفزيون أنت تشكي اليوم على الصحفيين في الوقت الحاضر كإعلاميين مقدمين هل هم يفتقدون أو يفتقرون إلى الجوانب الفكرية والثقافية التي تصنع منهم شخصية متوازنة؟ حسرة أكو. أي والله للأسف. يعني أنا تابعت الفضائيات ما شاء الله يعني هذه الفضائيات لا تعد ولا ولا تحصى وكثير من عندها يمكن ما يشوفوها العراقيين وانا واحد من عندهم يعني فقط اركز على يعني الشرقيه الى حد كبير الى اخره. ست الفاضله الاعلامي ينبغي ان لا يوصل الى ما توصلت في المكان الذي انت تجلسين فيه الا بعد ان يكون قد تلقى تدريبا إذاعيا أو تدريبا تلفزيونيا حتى في البادي لانجوج الفيس هذا الحركات الكذا هاي كلها ينبغي أن يتعلمها. ضبط اللغة وهذا أهم شيء. يعني إحنا درسنا في الإذاعة عبد الملك المطلبي ودرسونا كثير إلى أن اتقناها. وأذكر أنه إحنا كنا مذيعين جالسين في استوديو الإذاعة بهالأثناء إجا محمد سعيد الصحاف وقف بباب الاستوديو إحنا شفناه طبعا إحنا كلنا إحنا من مصطفى محمد سعيد وقفنا انتظر المذيع إلى أن يخرج من الاستوديو من خرج صفعة على شو لأنه أكثر من الخطأ
وبالتالي صارت غرامة، تصدر غرامة أنه كل خطأ أعتقد بربع دينار أو نصف دينار ذاك الوقت، يعني الربع دينار والنصف دينار كذا وكذا وكذا، إلى أن ضبطناها اللغة. ضبط اللغة مهم جدا، الطلة مهمة جدا، بس أهم شيء هو أن يكون انسيكلوبيديا في الثقافة، وخاصة مع الشخص الذي يحاوره. فهذا هو ملم 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 بالشخص الذي يحاور أو ما يمتلك على أقل تقدير. نترك ربما موضوع وملف الإذاعة والتلفزيون وننتقل إلى تفاصيل أخرى في المجتمع العراقي وهي لا تقل أهمية. حضرتك كتاب حسينان في العراق، هو امتداد لمقالة حسين الفقراء وحسين الخضراء، يعني أنت من خلال هذه المقالة أيضا جزأت هذه الشخصية. ماذا ممكن أن نستنتج من خلال ما كتبت، تحليلك لشخصية من تصدى إلى المسؤولية السياسية بعد 2003 ومن خلال كلام حضرتك؟ والاستنتاج أنت ناقم جدا. ست لينا، أنا تابعت الشخصية العراقية والأحداث اللي مرت على العراقيين من 1980. يعني هذا الكتاب يتحدث عن ما حصل بعد 2003، والذي حصل لا يهضمه عقل ولا يستوعبه منطق من 2003 إلى حد الآن. نجي إلى السؤال، لماذا حسينان؟ هذا هو الحاصل. الحاصل أن هنالك حسين هو يمثل السلطة، وحسين مترف ويأكل وكذا ويلبس وشي وإلى آخره، ويقيمون له ويصرفون في 2005 و2006 سيارة وسيارة ومواكب لحد الآن أتذكرها وتذكريها حضرتك وتذكروها العراقيين، من الطلبة بالآلاف عشرات الآلاف مشيا من بغداد إلى النجف وإلى كربلاء ويلطمون وكذا كذا. شنو المشكلة الأساسية؟ أنهم وظفوا الحاضر من أجل الماضي، في حين أن الدول المتقدمة والحكومات التي ترعى شعوبها يجب أن توظف المستقبل من أجل الحاضر، والماضي من أجل الحاضر، والحاضر من أجل المستقبل المفترض. يعني وشكل؟ نعم وشكل؟ العكس صحيح صار. نعم. عندنا بعد 2003 فحسين الأغنياء، حسين خلينا نقولها حسين الخضراء، خلينا نقولها بهالشكل بهالصراعة، هذه هو غير حسين الفقراء. حسين الفقراء هو اللي يروح الإنسان إلى أن يزور الإمام الحسين مدركا قيمه، مدركا مبادئه. صدقيني ست زينب، نعم، واحسبيها لي أو علي، مقولة العالم أو المفكر هو الذي يخدم شعبه، وأن المفكر وأن صاحب المبدأ لا مكان له في الدولة العراقية. وأنبل شخصية احترمت المبدأ هي شخصية الإمام الحسين. قالوا له هي كلمة قلها، فإن الكلمة مسؤولية، أن في سياق ما تتحدث، ومصادفة وأنت قدتنا إلى ما أريد أن أتحدث معك في ما يخص المخدرات وهو ملف خطير، لكنك سبقتني في هذا الحديث، ونحن خصصنا من خلال حوار فقرة ما ذكرتها، كلمة، الكلمة هي حصن الحرية، والكلمة مسؤولية، ولأن الكلمة مسؤولية اخترنا أن ترافقنا هذه الكلمة. وأعتذر من الدكتور قاسم لأننا نريد أن نذهب إلى كلمة التي سترافقنا في مشوارنا الصحفي في حوار على مدى الحلقات، ونسأل الشارع العراقي عن كلمة وهي المخدرات، فماذا أجاب الشارع من خلال هذا الاستطلاع؟ نتابع سوية. يعني هسه هاي المخدرات تقدر تقول انتشرت بكل مكان، حتى وسائل التعليم للطلبة.
الشباب، دمرت الناس ودمرت العالم ودمرت الشباب وكذلك دمرت العوائل. اجتاحت مجتمعنا اليوم، نلاحظها حقيقة. لابد أن يكون موقف حقيقي اليوم لكل المسؤولين، لكل الجهات المعنية أن يتابع المنافذ الحدودية. يعني احنا جايت برا هسه شباب 12 سنة 15 سنة وتلقاه هو يشتغل بهاي السالفة، ظاهرة خطيرة. يعني احنا نطالب الحكومة المحلية، نطالب يعني وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، كل اللي يعني أنا كمواطن اليوم يعني جاي نشوف بعيوننا. ظاهرة منحرفة أذت الشباب لكون يشكون ويعانون من حالات نفسية البطالة. ظاهرة المخدرات ظاهرة بدأت تفتك في المجتمع العراقي عموما وبمجتمع كربلاء خاصة. أعتقد على الدولة وعلى الجهات المختصة مراجعة هكذا ظاهرة بدأت تفتك بالشباب العراقي. إذن بنعود مرة أخرى إلى الدكتور قاسم حسين صالح، خلال هذا الاستطلاع بماذا تصف المخدرات بكلمة؟ قتل الشباب. قتل الشباب. أي هو سيد زينب الذي حصل للشباب بعد 2003، خلينا نتسامح ب 2003 و4 و5 وخلينا نبدا من اول حكومه شكلت بشكل رسمي. نعم. هي 2006 من 2006. نعم. ثلاث ظواهر، ثلاث معاناة هي للشباب: الانتحار، المخدرات، الاغتراب. قد يكون هاي كلمة الاغتراب بسيطة ولكن ألف عنها الفلاسفة وعلماء النفس وعلماء الاجتماع مجلدات. بس خليني ما دام سؤال حضرتك عن المخدرات، خلينا نختصر على المخدرات حتى نوصل للموضوع. ليش يلجأ الشاب للمخدرات؟ ليش؟ هروب. هروب من وين؟ من الواقع كما يبرر. أحسنتي، هروب من الواقع. ليش هرب من الواقع؟ أنا أسألك هسه. أوكي. شوفي. الشاب عنده طموح وعنده أهداف، والأهداف هذه يريد يحققها. يعني خريج جامعة عنده بكالوريوس في مختلف الاختصاصات، ما توظف، ما وجد شيء، صار أمام خيارين. يا إما يهاجر عن الوطن، وهذا ما حصل لملايين، وملايين هاجروا، بحدود 5 ملايين بينهم شباب كذا كذا، وإما أن يلجأ إلى ما ينسي مثل ما تفضلت، ما ينسي الواقع وهو منه، وهو المخدرات. شو اللي تعمل المخدرات؟ تعمل المخدرات نفس ما يعمل المصاب بالشيزوفرينيا، انفصال عن الواقع. أحسنتي. لما يتناول مخدرات، طبعا احنا ما نريد نحكي عن اضرارها الاجتماعيه والاسريه لكن تاثيرها المباشر على المتلقي، هو على اللي كذا وكذا والمتعاطي. بالمناسبه المخدرات ترتكب اكبر خطيئتين واقبح خطيئتين: الزنا بالمحارم وقتل احب الناس له. ليش؟ لان المدمن يفقد عقله. يفقد الوعي مالته. لما يفقد الوعي مالته، وهذا حدث، يعني أنا التقيت بعدد من الأسر بدراسة يعني أجريتها عنهم. نعم. رحت إلى أسر المنتحرين و يعني كنا على أساس أكملها هاي بعدين. ووجدت الآتي: أن المدمن على المخدرات لما يجي إلى زوجته ويطلب من عندها كذا، خليني من زوجته، واحد إجا الأمة مو أحب الناس، ما منطيني منطق. قالت لها: ها ماما تريد تشتري بيها واجهته ومانعت، ما انطيك، انطيني اقول لك لا اقتلك. قالت لها: ما انطيك حتى لو تقتلني. حتى قتلها لانه فاقد الوعي. ف مثل ما تفضلت حضرتك، ينفصل عن الواقع. لما يعيش في طبعا اكو نوع من الهلوسه، المخدرات انواع يعني، وحده تهلوس، وحده تهدئ، وحده كذا كذا، وحده تخليه يرقص، اكو انواع يخليه يرقص من نص الليل الى مطلع الفجر وهو ما يحس، لكن بعدين يصاب بالاكتئاب وكذا كذا. فلان الدوله ولان الحكومات المتعاقبه، وانا اقولها بالصريحه معهم، استفردوا بالسلطه والثروه وأهملوا الشعب وأهملوا من سيبنون العراق اللي هم الشباب اللي يشكلون ثلثي
المجتمع العراقي أهملوهم. أنت سامعة حضرتك، في تاريخ العراق السياسي من 100 سنة وأكثر 13 مليون فقير دون مستوى خط الفقر باعتراف وزارة التخطيط. نعم. والنسبة آخذة في كل مرة نطرحها دكتور، يعاتبنا البعض ويقولون إنه أرقام مهولة أنتم تطرحوها بالشاشة، ونقول إنه ارجعوا إلى بيانات وزارة التخطيط المخجلة، هي كجهة تنفيذية تطي بالأخير تقريرها، لكن هذا واقع حال إذا ما كانت النسب أكثر ربما. دكتور، ما تتحدث به اليوم فيما يخص المخدرات، هل هو نتاج الفوضى التي صنعت من هذه الشخصية الفانتازية، شخصية الإمام الحسين العظيمة الحقيقية المتمثلة بحسين الفقراء الذي هو بعيد كل البعد عن الشخصية الافتراضية على ما يبدو أنه هي حسين الخضراء، المخدرات نتاجها؟ واحدة من أسبابها، ولكن السبب الرئيس هو كما قلت لحضرتك وأكررها، هو أن الذين استلموا السلطة، الواقع مو استلموا السلطة، سلمت لهم السلطة من أمريكا، استفردوا بالسلطة والثروة. خلاص، تدرين حضرتك سيكولوجيا أنا راح أحكي بالضبط، انهم لما اتوا الى العراق اعتبروا العراق ملكهم، هم الاحق به، يعني من حول نفسهم الاحقيه، ووصفوا من بقي في العراق بانهم مستسلمين وخانعين وكذا وكذا وكذا، وينسون ان كثير من الناس اللي هم مقابر جماعيه وكذا وكذا وسجناء ينسوها. زين شنو يعتبرون؟ هم كزعامات ينظرون انه هذا العراق ملك صرف لهم، شو يعتبرون مريديهم؟ الخطا الكبير او المقصود الذي مارسه السياسيون الذين كانوا في المعارضة هو أنهم عزفوا على وتر الطائفية وأشاعوا الانتماء إلى هويات فرعية وأماتوا الانتماء للعراق. نجحوا؟ لا طبعا طبعا نجحوا. لو أن خليني أقول لك حالة حقيقية في 2010. نعم. أنا ابن قضاء الشطرة التابع إلى ذي قار. نعم. رحت أمارس دوري على اعتبار أواعي وشيء كذا كذا، وأنا كنت في وقتها قد أسست منظمة اسمها تجمع عقول، بها فنانين بها أكاديميين بها 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 من داخل العراق وخارج العراق، وعقدنا مؤتمر كبير، فالتقيت الشيوخ والفلاحين قاعدة عرب، يعني ديوان عرب وشي وكذا. هاي شو وقت دكتور؟ 2010. نعم. الانتخابات قبيل الانتخابات. نعم. قلت لهم ايش راح تنتخبون؟ قالوا ننتخب فلان وفلان وفلان. قلت لهم وذولا اثبتت الوقائع انهم فاسدين؟ قالوا اي نعم ندري بهم فاسدين، بس راح ننتخبهم لأنهم شيعة. شنو اللي حصل؟ شوفي، وهذه حصلت في لبنان، يعني الهويات الفرعية الهويات القاتلة يسموها الهويات القاتلة. شنو اللي حصل؟ أنه من يموت الانتماء إلى الوطن يحصل الانتماء إلى الهوية، ويحصل في أوقات الأزمات الآتي سيكولوجيا راح تحدث. أنه يصير انتماء للهوية الطائفية تؤدي به إلى التعصب، التعصب يؤدي به إلى الحقد بحتمية سيكولوجية. نعم. يتحول الحقد إلى انتقام، والذي حصل أكرر لا يستوعبه عقل ولا يهضمه منطق أنه في 2006 إلى 2008 سقط عشرات الآلاف من لسبب سخيف جدا. تدري شنو السبب؟ ما إذا كان الآخر اسمه حيدر أو عمر أو رزقار، بالله عليك حاصل العالم هذه. ليش؟ لأنه هو هذا سيكولوجيا عززوها هالشكل. أتذكر لحد الآن في تموز 2000 في تموز 2007 في تموز وصل عدد القتلى 100 في اليوم. أصل هذه بالعالم، ألم أقول لك أن ما حدث في العراق لا يستوعبه منطق ولا يهضمه عقل؟
وهذا كله بسبب هؤلاء الذين ما أدركوا أن الانتماء، والذين قصدوا، أعتقد قصدوا متعمدين أنهم يحيون الهويات الفرعية وبالتالي دفع الثمن العراقيين وهم باقيين. فيما يخص تم التغرير بهذه المجتمعات أو هذه الجماهير لتتغلب الهوية الفرعية على الهوية الوطنية، لكن أتى ما لم يكن بالحسبان 2019 وتحديدا تشرين أكتوبر. نعم. انقلبت موازين اللعبة وانقلبت المعادلة وخرج إلى الشارع من كان يوما ما والده أو والدته أو أخوه من أهم المساندين إلى، طلعوا شباب مراهقين في تشرين ربما ما عندهم حتى خلفية عن الماضي، هم فقط يطالبون بمطالبات الحاضر والمستقبل. ما الذي حدث بعد كل عمليات غسيل العقول والتغرير بهذه المجتمعات؟ شنو اللي حدث؟ شلون تقدر توصفه؟ أنا وصفته في كتاب عنوانه 5 أيام هزت العراق عن ما حصل في تشرين. و لأن الباحث العلمي ليس الذي يجلس وراء المكتب وينظر على هواه أو حسب تفكيره، وإنما الباحث العلمي هو الذي يعيش الحدث ويكتب عن الحدث. وأنا تقصدت أن أعيش الحدث ورحت إلى ساحة التحرير، وفي ساحة التحرير نعم هذه، وألقيت محاضرة في ساحة هذه التوكتوك. أجمل الصور لنفسي، يعني ركبت بالتوكتوك، وطبعا التوكتوك ثورة كان. رمزية التوكتوك رغم ارتباطها أيضا بثوار مدينة الصدر، لكن أعود إلى مدينتك يعني إلى الناصرية، إلى محافظة ذي قار، وكما يقال يعني الناصرية إن لم تنجب شاعرا أو عالما تنجب ثائرا. شنو توصف ثوار الناصرية الذين أبوا حتى اللحظة أن يسكتوا عن الظلم؟ بس خليني أكمل هذا لو سمحتي. هذه محاضرة ألقيتها في خيمة جواد سليم، فقالوا لي احذر أن تدعو إلى أن يتوحدوا. طبعا هو اللي حصل فاجأ مو بس المحللين السياسيين، فاجأنا حتى احنا علماء النفس وعلماء الاجتماع بالذي حصل في تشرين. نعم. احذر ان تقول لهم لان راح يسمعوك حكايه مو انا بدي اتحدث، وتعرفين انا سيكولوجي يعني اعرف ادخل شلون كذا، فلما دخلت دعيتهم الى جرى التصفيق وصعدت الى جبل احد والتقيت هناك بقياداتهم. وفي وقتها كان مصطفى الكاظمي يتابع، كان السيد مصطفى الكاظمي كان مدير جهاز المخابرات، ووجه لي دعوة وإجيت وصرت وسيط بينهم وبين السيد مصطفى الكاظمي، وقلت لهم امهلوا فقط 100 يوم. وفعلا امهلوا 100 يوم وبعدها. نرجع للناصرية. الناصرية تدرين الحزب الشيوعي العراقي بالناصرية تأسس، تدرين حزب البعث بالناصرية تأسس، تدرين كبار المثقفين وكذا وكذا. أنا فد مرة ويا وزير التعليم العالي منذر الشاوي، الدكتور منذر الشاوي شخصية بجمال فرنسي وثقافة فرنسية ولطيف جدا وكذا وكذا، وكان يأخذنا لأنه أسس جريدة اسمها جريدة الجامعة وثاني الصفحة الأخيرة. المهم فلما نقعد كل خميس يسوي لنا حفلة غداء، يعني أدهشني أنه يعرف عن الناصرية، عن أدبائها، عن شعرائها، عن 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 إلى آخره. فالناصرية تبقى لن تسكت؟ نعم، لن تسكت أمام الظالم؟ لن تسكت، تأكدي تصمت فترة لكنه ترجع. والناصرية ولادة للثوار، ولادة للشعراء، ولادة للأدباء، ولادة للفنانين كثير. يعني أنا في مرة دا أمشي على الساحل على نهر الغراب وأشوف لي واحد قاعد بالسيارة وعيونها شكل الدمع، جيت باوحة وإذا بي بهجة الجبوري، قلت لها هذا لأنه ابن الشطرة هو. هاي شو وقت؟ هاي والله ما أعرف يعني ما أتذكر. قبل أن قبل في حقبة النظام السابق. طبعا قبل.
فهو ابن عائلة معروفة بالشطرة، ففنانين كثير طالب القرغولي عندك، حسين نعمان مطربين. المهم سيكولوجيا توصلنا إلى أنه الشخصية العراقية عنيدة حتى وأن تعرضت إلى القهر التهميش وإلى التغرير حتى عندما يغرر بها هي بتعليقتها، ربما عامل المراجعة، وهذا ما حدث في 2019. لكن اليوم نحلل الوضع على مستوى المضي صوب السلطة يعني، وأيضا محاولة التغيير من خلال المشاركة بالانتخابات، وبالتأكيد يعني صعدت هناك القوى التشرينية اللي يعني تنافس القوى التقليدية، لكن على ما يبدو حتى اللحظة لم تحقق مما يبتغى منها. شنو اللي صار بالضبط؟ ليش التشريني أو الناشط أو المنتفض على الظلم في ساحات الاعتصام وفي ساحات التظاهر مستعد أن يذود بنفسه، لكن عندما يصل إلى السلطة ما يلتمس منه جمهوره ما يجب أن يتحقق؟ أجد لك بعبارة واحدة، المال مفسدة وكرسي السلطة مفسدة، وخاصة إذا جاء الفقير. أعتقد مقولة الإمام علي يعني بما معناه حذاري من الفقير إذا اغتنى، لأنه يصير حاله كحال جهنم في جمع الثروة. يسألونها هل امتلأتي؟ هل من مزيد يكون الرد؟ هذا بعد. لكن بالمقابل يعني دكتور، شنو هي أساليب وطرق التغيير؟ يعني يقول لك أنتم ما تظلون طول عمركم تظاهرون أو تكتبون على صفحاتكم يا بتحركوا سووا لكم تنظيم، خلي تكون عندكم أهداف، وهذا ما يجري على الأقل قوى التغيير الديمقراطية. يعني هناك الكثير من الشباب الواعدين ينضون تحت هذه المظلة، والآن يمارسون يعني نشاط سياسي، بالتالي هل سيغير ما ذكرته من كوارث سواء من خلال مؤلفاتك أو ما تتحدث به بشكل يومي؟ السبب الرئيس أن الذين معارضين إلى سلطة الفساد والحكام الذين يهتمون بأنفسهم وبعوائلهم وجمعوا كذا كذا وأخذوا المليارات هم كثيرون جدا بالملايين. نعم. وواحدة من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبوها هي الأغلبية الصامتة. تدرين حضرتك بالانتخابات الأخيرة اللي امتنعوا عن التصويت عن الانتخابات بحدود 80%، هاي أرقام صاعات. ليش؟ هذا خطأ كبير. المفروض بهم أن ينزلون إلى الانتخابات. السلطة تمتلك القوة والمال. يعني أنا أذكر كلمة للسيد حيدر العبادي عندما كان رئيس وزراء قال بالناس سأضرب بيد من حديد الفساد بيد من حديد. صح؟ نعم، كلمة عبارة شهيرة ارتبطت باسمه. وبعدين أيضا قال يقتلوني خلي يقتلوني. وراها بكم شهر راح إلى كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد والتقى بعدتهم وقال بالنص الفاسدين يمتلكون القوة والمال والفضائيات، الفاسدين مافيا. بمعنى مبرر، أنا ترى ما أقدر أواجههم. وهذا اللي حصل ويحصل الآن. في الدقائق الأخيرة لابد أن نتوقف دكتورنا العزيز، وكون حضرتك من أهم ما يجب أو من يجب أن نتحدث معهم في هذا الملف، وهو ملف دعم الأكاديميين والنخب وأيضا الكفاءات العلمية. حضرتك من أوائل من دعموا ضرورة استحصال الحقوق التي تتناسب مع قيمة الأستاذ الجامعي وما ما يقدمه، أن يكون أسوة على الأقل مع الأساتذة في العالم العربي، لا نطمح أن نكون على المستوى العالمي. حضرتك من البدايات ومن 2003 كنت تتبنى هذا الملف، شنو حصلت على نتائج من البداية حتى الأخير؟ شكرا. ذكرتينا قبل شقد أكثر من 20 سنة أو حسرة هم أكو حسرة؟ طبعا حسرات. والعراقي يلا بال 2003 انا انتخبت رئيسا لرابطه اساتذه الجامعه، و
كان في ذلك الوقت يتقاضى الأستاذ الجامعي في زمن بريمر بحدود $100، واللي عنده 25 سنة فأكثر يتقاضى $300. وكان هدفنا أن يساوى أساتذة الجامعة في العراق بأقرانهم في دول الخليج. فترأست وفود وقابلت معظم أعضاء مجلس الحكم في ذلك الوقت باستثناء المعممين ما راحت لهم. وكان الوفد من كبار الأساتذة، يعني منهم مثلا الدكتور حسين أمين إلى آخره إلى آخره. منو اللي حشيتوها بشكل مباشر على مستوى أعضاء مجلس الحكم اللي يعني ربما كانت الجلسة مستفيضة وطرحتم ما يجب طرحه فيما يخص دعم أساتذة الجامعات مثلا؟ أحمد الراحل أحمد الشلبي تبناها ولكن لم يستطع أن يحقق شيئاً. طيب. ولكن من طرائف الأمور أننا ذهبنا إلى السيد إبراهيم الجعفري وكان بيته بالمنصور بيت بعده. فقال لنا بالاستعلامات لكم نصف ساعة. قلت لهم كلش كافي، خلنا أنا رئيس الوفد ولكن أستاذ الدكتور حسين أمين فقدمت أمامي. صافحوا ومعي أستاذات برتبة بروفيسور وأساتذة كبار الأساتذة. قاعد هو على كرسي شوية أعلى من وبدأ يتحدث عن البابليين وسومر وكذا وكذا، ومضت 10 دقائق فأنا أشرت له بساعتي أنه انتبه يا معود ترى عندنا قضية وهي الأشياء كلها نعرفها المفروض. أشو استمر يتحدث عن المجتمع العراقي، عاد أنا رفعت يدي. قلت له دكتور إحنا جايين على طلب محدد كذا كذا كذا، حضرتك تتحدث عن تاريخ العراق وأستاذ التاريخ اللي يدرس بالجامعات الدكتور حسين أمين موجود، وتتحدث عن المجتمع العراقي وأستاذ الجمعية الاجتماعية موجود، أرجوك تخلنا بالموضوع. فجاوبني جواب لطيف، قال لي يبدو أنني كنت كحامل التمر إلى البصرة وحامل الماء في حارة السقايين. أحسنتي. فما ما ما عملوا لنا الشيء بالحقيقة، حتى أننا عملنا تظاهرة وما صار كل تسويف من 2003. نعم. الآن نجي على التكريم. للأسف الشديد، ولو أنا ما أسف يعني، لأنه الذي تولى السلطة خلينا نقول إيش في حقيقة سيكولوجية. السلطة في العراق علمت الحاكم أن يحيط نفسه بأشخاص يقولون له ما يحب أن يسمعه، أما المعارض لا. ولهذا حتى على مدى يعني هنالك نوع من العداوة من الخصومة من التهميش بين الحكومة وبين علماء النفس وعلماء الاجتماع. ليش؟ لأنه يتحدثون بالحقيقة. ترى إحنا مهمتنا يا أهل السلطة، إحنا ترى ما ننافسكم على السلطة ولا ليس لنا طمع في السلطة، ولكن نقول لكم الحقيقة فخذوا بها. والآن حتى على ذكر المخدرات جبتيها أيضا رسالة نوصلها لمحمد الشيعة السوداني. ترى ما يحلوا لك إياها أعضاء البرلمان نهائيا، والمستشارين هم يحلوها ولا يحلوها. اقتراحنا عليه خلال برنامج حضرتك أنه يشكل هيئة من علماء النفس والأطباء النفسانيين، وأنا تحدثت مع زملائي الأطباء النفسانيين الموجودين في بريطانيا وقالوا إحنا حاضرين، وعلماء اجتماع وتعال خلي ويانا من عندك من الحكومة كذا كذا، إحنا كفيلين. ترى ما تنحل المخدرات بيوم وليلة ولا كذا. تدرين شو يحتاج لها سيدتي؟ يحتاج لها إلى استراتيجية علمية تنفذ على مراحل. هذه المرحلة تستغرق سنة، وراها المرحلة الثانية تستغرق كذا كذا. إحنا نتعهد أمام حضرتك وأمام الشرقية وأمامك يا معالي أو يا فخامة رئيس مجلس الوزراء أن نقدم لك هذه الاستراتيجية ونجيب فيها في هذا الجاردين كذا كذا إلى آخره، وحتى نواب. طيب. وبهالحالة هذه يمكن
أن ننحد من ظاهرة المخدرات. والله نتمنى أن صوتك يوصل من خلال شاشة الشرقية، بالتأكيد يعني سواء كان سيد محمد الشيعة السوداني أو من خلال فريق الاستشاري أو كلهم شرقية، يعني هي الشاشة المتابعة الأولى، وأكيد يعني هذه الرسالة أن تؤخذ بالحسبان. السيد الدكتور قاسم حسين صالح، الكاتب العراقي المختص بفلسفة علم النفس ومؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية، وأيضا أول عالم نفس تمنح جائزة عربية باسمه، شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا خلال هذه الدقائق من خلال طرحك العلمي والأكاديمي المميز. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ست زينب وعلى هذا الحوار، ولو أنه عندي باقي الكثير لتناقوله، لكن بالتأكيد بالتأكيد ستكون هناك حلقات أخرى. أشكر جدا، تمنياتي للشرقية أن تبقى هي صوت الشارع العراقي. إن شاء الله إن شاء الله سنكون دائما عند حسن الظن. وبالتأكيد مشاهدينا، قبل أن نذهب إلى الختام، نترككم مع عين الحوار. في حلقة سابقة وضعنا يدنا على ملف بحيرة ساوة وما تعانيه من إهمال وجفاف، وربما جاء الاستجابة إلى النداء متأخرة، ولكن أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي. فارتأينا في هذه الحلقة أن نلفت الانتباه فيما يخص قصر العاشق، وهو أهم أو من أهم على الأقل المعالم الآثارية والسياحية المهمة في محافظة صلاح الدين وتحديدا في سامراء. نتمنى من الجهات المعنية أن تلتفت إلى هذا المعلم المهمل. عين الحوار رصدت، ونترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.